نذكروا فريد يقول مثل مع انفاس كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على مثل شعبي مغربي قح وغنعطيهم غير النص ويكملوا لنا النص الاخر. لا بغيتوا تعرفوا النص الاخر ديال المثل اللي هو لي زار خليكم معنا. غنعطيك نص مثل مغربي بكل تواضع وتكمل لي النص الاخر. لي زار لي زار يخفف لي زار يخفف معمر جا عندكم شي واحد محنكم؟ لا بزاف كنتي ناوي برك نهار يومين صدق بارك شهر شهر واش جاب ليكم فاش برك ذاك الشهر كامل؟ سطرح ليه بوشي طانون صافي ولي جاب بكل تواضع وشحال خسرتوا عليه انتوما؟ ما عرفتش داك الشيء بزاف بزاف صافي واش غتقول لي من هذا المنبر؟ هاد الخطره اللي بغى يجي يريح شهر يجيب مع المونه ديالو يجيب شي حاجه شنو هي هاد الحاجة؟ شي حاجة، جيب لي شي حاجة الداري والمنطق بكل تواضع الشريفة بكل تواضع غنعطيك نص مثل مغربي شعبي قح وتكملي لي النص الآخر بسم الله لي زار وخفف الله يرحم من زار وخفف الله يرحم لي من زار وخفف ما عمر جا عندك شي واحد محنك لا لا اللي جا مرحبا به ويقبل على الموجود مثلا كان غيبرك نهار يومين صدق بارك شهر لا شهر ما كنضرش حتى واحد ما بقى عنده الوقت يبرك شهر الله يهديك ها في هذا الوقت ديال كورونا لا لا والله حتى بلا كورونا كلشي خدام وكلشي ملهي مع وليداته ما كاينش المهم اللي زار وخفف اللي جا عندنا مرحبا به شو قال لك الضيف ضيف واخا يجلس الشتا وصيف هذا مثال خرعه وثاني بكل تواضع يلا قولي لنا قري دابا ما عمر شي واحد جا خلى عليك الكريدي عند مول الحانوت عند الخدار عند الجزار شنو قلت لك يقبل على الموجود ومرحبا به هذاك الشيء اللي كاين على قياسي ومرحبا والف مرحبا بالضيف انا ما كنكرهش الضيف كرم الضيف عزيز عليا وهو ميساج اجي وعد العائله صافي مرحبا لي زار يخفف 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 عمر شي واحد جا محنكم في الدار قلتي غيبرك نهار يومين صدق بارك شهر وهي هذه كتوقع مع العائلات المغربيه ما وقعتش معايا انا ولكن كتوقع مع العائلات المغربيه عمر شي واحد محنك جاب شي فروج وبرك شهر تخرجوا منك وخرجوا منك انت جبتي خمسه الفرارج ولا اكثر هو جابها واحد تجبتي خمسه بكل تواضع وهي ولكن اش غدير هذه هي الضيافه المغربيه حنا المغاربه مضيافين بزاف قالوا لي عندك صوت زوين وكتعرف تغني بغيناك دير لنا هذا اللي زار وخفف بالصوت ديالك بكل فرح مرحبا اللي زار يخفف ما يجلس شهر ولا شهرين ضيف بي ثلاث ايام يا ليل يا عين بكل تواضع تحياتي السلام عليكم وعليكم السلام غنعطيك نص مثل المغربي الشعبي قح وتكملي لنا النص الاخر واخا لي زار يخفف 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 ما عمرو جا عندكم شي واحد كان غيبرك نهار يومين صدق بارك شهر عندكم كاين جا قلتي لي نيت لي زار يخفف قلت له خرج بحالك قلتيها لي مباشرة مباشرة بكل تواضع زيارة النبي ثلاث ايام هو برك اكثر من ثلاث ايام ثلاث شهور ثلاث شهور هو بارك هذا راه خاصو شهادة السكنة هو كنا قريبين نعطيوها له ياكي تحياتي انا نعطيك نص مثال مغربي شعبي قح وتعطيني النص الاخر مرحبا لي زار لي زار هما الضياف لي زار لي زار منطق بكل تواضع دابا لي زار شي واحد جا عندكم لي زار يعني خصو يخفف 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 عليه المانطا ولا شنو ولا لي زار يخفف علينا المانطا جو بونس دابا مثلا جا شي واحد كان ضالنا غيبرك عندكم نهار يومين صدق بارك شهر هذا هو المثل هذا هو المثل اكزاكتومون واش غتقولي لي من هذا المنبر من هذا المنبر غنقول له زعما نورمالمون واخا كيقولوا الضياف تنبي ثلاث ايام مي لا شوي با داكور حيت كاينين شي ضياف اللي كيبقاو شهر وشهرين الوغ سي بوكو كيمحنوكم اكزاكتومون بكل تواضع وي وتيديرها شكارتك كيما قلت انت غاده ضيفه لا لا انا ما غاداش ضيفه ما غاداش ضيفه لا ولا كنتي غاده ضيفه لي زار خصني نخفف